في لحظة غروب وفي مجلس عائلي، سألنا أحد المتزوجين: ما رأيك بالزواج يا أبا فلان؟ حينها نظر الكل إليه بترقب، وزوجته برقت عيونها، وأمه حملت بابوجها، وإخوته العزابية ما بين مشكك ومصدق، هل سيمدح الزواج ويرضخ أم سيكون رجلا ويقول الحقيقة؟ ليقول بصوت قلق: خليها في القلب تجرح، راح علي المسكين. ثم ضاجت الأصوات في المجلس: أنت لا تحبني، والله إنك صادق يا أبو فلان. وآخر يعلق بقصة الزوجة التي قتلت زوجها في مصر، ولماذا سأتزوج لأقتل. ثم فجأة سمعنا صوت حكيم من آخر المجلس قائلا: هل تعرفون ما أجمل شيء بالزواج؟ طلاق. بعيدا عن المزح، كل هذه الأمور جعلتنا نتساءل: هل الزواج كما يدعون أم أنهم لم يوفقوا في اختيار من يحبون؟ من هنا دعني أخبرك لماذا يجب أن ترتبط بمن تحب فقط حتى لا تقتلك زوجتك. أخبرني، هل سبق وأن وقعت بالحب؟ وقعت، ركز. نحن متفقين أنه شعور مثل الوقوع يأتي فجأة، لا يمكنك أن تتحكم بقلبك ومن يحب ومتى. يعني لا يوجد شخص يخطط لأن يقع، صحيح؟ يعني تخيل أن تختار شخص ما وتقول سأجبر نفسي على حب ذلك الشخص، مهما حاولت لن تستطيع. صدقني لن تستطيع مهما حاولت. دعني أثبت لك الأمر. سيدة اسمها بريرة كانت متزوجة من شخص اسمه مغيث. هذه السيدة كانت جارية مملوكة، ولما أصبحت حرة طلبت أن تتطلق من زوجها لأنها لا تحبه. فكان زوجها دائم البكاء عليها ولا يريد منها أن تتركه لأنه يحب، ولكنها هي لا تحبه. مغيث لما رأى إصرار زوجته على تركه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستشفع له، يعني قال له: يا رسول الله، استشفع زوجتي ألا تتركني. فشفع له عندها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعته فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. يعني لم تقبل أن تستمر معه حتى مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نستنتج أيها الجميل أنه لا يجب أن ننزعج عندما يتم صدنا. أنت فقط لم يزرع الله لك الحب في قلب الطرف الآخر. لا أحد يستطيع أن يتحكم بقلبه، وأن الله عز وجل هو فقط القادر على وضع الحب بقلوب الناس. الحب رزق من الله، صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في زوجته خديجة: إني قد رزقت حبها. إذا نستنتج إلى هنا أن الحب رزق من الله تعالى، ولكن لماذا يجب أن ترتبط وتتزوج بمن تحب فقط؟ طبعا ركز معي، أقصد بالحب الحب الحلال. أما ذلك الشخص الذي يكلم فتاة ما أو أكثر من دون علم أهلها ويدعي أنه يحبها وسيتزوجها، يعني تزوجك مع الأسف، هو يتسلى فقط، لديه جفاف عاطفي وأنت ترويه فقط، وأنت أغلى من أن ترتبطي بشخص مثله. الحب الحلال أن تعجب بشخص ما دون أن تكلمه ويكلمه، فقط تعجب بسماته من بعيد. فنحن كرجال نعجب في الفتاة في 4 سمات: هي مالها، جمالها، حسبها، دينها. وإذا أعجبت بذات الدين طابت حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: نعجب من بعيد، وهذا هو الحب الحلال. والفتاة تعجب في الرجل في سمتان: دينه وخلقه، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أحيانا قد تعجبي بماله، فأنت هكذا تحبي ماله، لا هو، لنكون واضحين. أبشرك، ما عندي مهل. يعني إلى هنا أيها الجميل، إذا أحببت شخص حبا حلالا يجب أن ترتبط به فورا. باحثون في جامعة نيويورك كشفوا عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي أن الأزواج الواقعين بالحب ينشط لديهم منطقة في الدماغ مسؤولة عن إفراز الدوبامين، هي نفس المنطقة في الدماغ التي تنشط عند تعاطي المخدرات أو كسب مبلغ كبير من المال، مثلا $1,000,000. تخيل مقدار سعادتك حينها. أحمد، بدي إياك تمثل شعور الفرحان. تخيل أن الزواج عن حب يقلل من مدى الشعور بالألم. نعم، دراسة كشفت أن دماغ المتزوجين عن حب ينشط لديهم جزء معين في الدماغ مسؤول عن السيطرة عن الألم. هذا البحث جاء فيه أنه تم عرض 16 امرأة متزوجة إلى صعقة كهربائية، طبعا صعق كهربائي خفيف جدا، وقبل صعق المرأة طلب منها أن تمسك يدي زوجها. فأظهر البحث أن الأزواج المحببين لبعضهم لديهم استجابة أقل للألم. جميل، صحيح. هذه الدراسة سمعها باحثون آخرون في المركز الطبي في جامعة أوهايو، وأجروا دراسة أخرى اكتشفوا بها أن التئام الجروح لدى المتزوجين عن حب يكون أكثر وأسرع من المتزوجين عن غير حب. الحب شفاء إذا. ولكن هل الحب هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج؟ بالتأكيد لا. أحيانا الحب يكون خادع، ومجرد الزواج تكتشف العيوب التي لا يمكن التعايش معها، وبالتالي يحدث الطلاق بسرعة. التكافؤ المادي والاجتماعي والثقافي بين المتزوجين مهم جدا، لا يمكن التغاضي عنه، ولكن الدين والأخلاق أهم ما يجب أن تلاحظه وتدقق عليه في الزواج. أعرف الكثير من الأزواج الذين تزوجوا عن حب انتهى الأمر بهم مطلقين، وأعرف الكثير من الأزواج الذين تزوجوا عن حب أيضا لديهم حياة سعيدة
وأسر أسعد. فالفكرة ليست فقط في الزواج عن حب، بل في مراعاة التوافق بين الشريكين. يعني تخيل أن تحب عالمة فيزياء وأنت شخص ذكاؤك عادي جدا، صدقني ستكون حياتك ليست بالسعادة التي قد تتخيلها. التوافق مهم من ناحية فكرية سواء أو من ناحية مادية. يعني تخيل أن ترتبط بفتاة مصروفها اليومي هو شهريتك، من المؤكد هي ستجد صعوبة في التأقلم مع حياتك، وأنت ستجد صعوبة أيضا في توفير مدخولها ودخلها، وبالتالي لن تكون حياتك بتلك السعادة. بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون أو يفضلون بعدم الزواج، اسمع هذه المعلومة الأخيرة وصدقني أنها آخر معلومة غريبة ستسمعها اليوم. هل تعلم أن المتزوجون يعيشون لفترة أطول؟ والأعمار طبعا بيد الله عز وجل، لكن هناك واحدة من أكبر الدراسات التي درست تأثير الزواج على معدل الوفيات خلال فترة 8 سنوات في التسعينيات باستخدام بيانات الصحة الوطنية. ووجدت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين لم يتزوجوا أبدا كانت نسبة الوفاة لديهم 58% عن المتزوجين. من وجهة نظر الباحثين أن الزواج يحمي الإنسان من الشعور بالعزلة والوحدة. وأنهي كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أرى للمتحابين مثل النكاح. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به. وهذا الاستديو مؤقت كوننا حاليا في فلسطين، وحياكم الله جميعا، ودمتم في أمان الله.